السلام عليكم دزير بوي بيج رياكشن، رجعناكم ليت برياكسيون جديده كالعاده، والعواد جديد موجود، بيج رياكشن موجود، والفوضى موجوده في البيف الاولاد اللي مازلنا نتواصلوا فيه بعد ما ديجا دخل فيه رابور وطرف ثالث اللي هو شادي يعاود يرجع ستريت بويز اللي هو هيكل بوسعاده على باد بوي حلو، مانيش متاكد على شادي ولا امل مفيد يرجع تراك فاتيليتي الاولاد، معناها كيف ما نقولوا تفسير نتاعها كارثة برو، فهمتني كيفاش؟ النهاية اللي بالرسمي اللي حاجة نتاع توفى كل شيء برو. شوفوا شنو هي الفوضى، شوفوا شنو هي اللغة، أبو سعادة شنو هي رجع؟ ديجا باد بوي حلو هبط تويكا محسوب، نحسبوها زوز كلاشات كيف كيف أبو سعادة، زوز كلاشات شادي كلاش برك، البيف مازال متواصل، برشا منكم الأولاد كمتفرجين وحتى كأبو سعادة مثلا قالوا إنه باد بوي حلو كلي خمجها، فهمتني كيفاش في التراك التالي، كل واحد ورايه بيان سور، اما يمكن يعني تخميجة او كنتوقعوا الاولاد شنو باش نسمعوا صاحبي، كيما يمكن ليه مانيش عارفين الحق نتاع ربي، مانيش عارف شنو باش نتوقع، اما عارف اللي برو هبطت في وقت قصير معناها مقصوده من العنوان وسعاده مش ناوي يفلت برو، يلا بينا الاولاد يلا. ديجا بدا بطلق في بالي ديجا فيت كاو يعني في بالي سي بون وقفت غادي مزيان مزيان ما فما حتى مشكل مرو يا 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 من المكنين كان ما تعرفش منين ما تقوليش ماشي اولد سكول ولاد اسمع فازا برجولية لحظة يا 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 صحيح يو ستيل الايف مي بطل الراب وفات بدنو باقي عايش اسمه كلينيكيا مات اكل بارلونا برو اكل بارلونا ميسالش برو خركزو خر اسمع برو اسمع لي اكل بارلونا في بلاصتها صاحبي تبدا هكا عارف على شنو هو قادم مش نسمعو انت مش قلبان حديث برو كلي تحليل على الكلاشات بتاع باد بوي حلو مش ناوي يفلت لحبايا اسمع يا صحيح يو ستيل الايف مي بطل الراب وفات بدنو باقي عايش اسمه كلينيكيا مات لي جالي سالني على عركة قلت له راهو من البكري وفات قال لي مالا وين البد هزته الحماية ومشات لنا ما فماش تكافؤ فرص ناقص من البص ناقص من الحاستي ناقص وترس كان جيتني خمس سنين التالي نكبش فيكي البرص نقطع لك نفس نفسيتك المس وشوف شكون تجيب باش يحز عليك سلامة خوك كفارة برو سلم لي عليه وتوا فهمت صارك علاش ما عادش تغني عليه يعني عليك سلامة خوك صاحبي سلم لي عليه مرحبا بيه اللي يروح برو توا فهمت فرد الوقت علاش ما عادش تغني عليه برو برو تاك المقصد نتاعها البوينت اللي حب يوصلها وصلت برو صحيبي عاود قلبها سلامة خوك كفارة برو سلم لي عليه توا فهمت صارك علاش ما عادش تغني عليه يعني فيك ماكش ريل حابس خوك خدمت بيه كان جيتاني في بلاصتك يوتيوب ما عادش نفس فيه برو صاحبي صاحبي قال له بلا انت فيك برو ماكش ريل برو انت تخدم بحبس خوك يخرج سي بوك هاو دونك لانا تفهم يدي والله والله موضوع يقصد صاحبي والله موضوع وصلوا هيك البسعادة مش ناوي يسلم جملة فيك مش فوق راجل برو الناس تعرف نعرف لي ما فماش شكون كي يتحطم يستعرف صب اخواتي تقول لي زايد ما تيزيه الناس تعرف كلمتين شن قولهم لك وذنك تسمع خشمك يعرض انت تركب في الكلام واني في وجهك طول حقيقة نشاهد فيك على روحك بكلام وتجيبك الليقة ما خسرتش حتى كرتوشة مت بالنيران الصديقة الناس اللي تثبت امتها ناس عاطية فينا احنا فيك يعني عبارة الناس اللي تثبت اماتها يعني عاطين فيها الثقه ولا فينا الثقه بليتو هو اخوه دونك لاني كيفاش غزر لها هيك البسعادة غزر لها الحكايه هكاك البار هذاك فسرها هكاك صح كيما قلنا كل واحد ورايه كل واحد كيفاش ينجم اي يفهم اي بار فهمتني كيفاش اما اغزر له لاني
هيك اللي وصل لك، هيك اللي لهنا يا باد بوي حلو، راك زلط صاحبي، اللي زلط فوق القيمه، لازمني لهنا نوقفك عند حد. كرتوشه مت بالنيران الصديق، الناس اللي تثبت امتها ناس عاطيه فينا احنا تخيل، يعني عباره سبت امي سبيتش حشاها امك، اما باش نحشاها معاك نقلع لسانك من فمك. انت كلب تهمك روحك، روحي روحي حد ما يهمك، فانتك زادك وما انت تسكتش عليها هسب لك امك. كان بالرسمي خرجت لزقو في 24 ساعه. برو 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 برو، عرفتها كيفاش؟ اللي تو سامبلومون اللي استغل ادفونتاج اللي انا باش نرجع في الاخر، اللي انا مازلت عندي النجم، يعني تو سامبلومون كتيبتي على الكلاش هذاك، وفرد الوقت خرج روحه ذكي، وفوق هذا الكل خرج روحه صاحبي تو سامبلومون. حتى وكان سبيت امهات العباد اللي هما عاطين فينا الثقه، يعني سبيتني انا وسبيت لي امي، امك حاشاها بنتي راك كلب، يعني انا ما سبيت لك شبك جاوك باهي بنتي راك كلب، يعني يوصل كيفاش خرج روحه برو. عرفتك اللي السيناريو تنجم تراه كانه يعني تو سامبلومون البار اللي قالوا باد بوي حلو، تو سامبلومون ستريت بويز وحتى اخوه نورمالمون فهموها من الاخر، لكن اللي انت سبيت العباد اللي تابعينا دونك اوتوماتيكمون سبيتنا احنا وسبيت لنا امهاتنا احنا. هذاك اللي يعني كيف ما نقولوا خرج للبوبليك، تنجم تراه هكاك تنجم ليه، اما هذا ما يمنعش هذاك اللي خرج للبوبليك وفي الاخر قال لك حتى وكيفاش نرجع عليك مانيش نسب لك امك برو، يعني خرجت كبير. كان فهمتوني ايش نقصد وش حبيت نفسر يرحم والديكم، كان ما فهمتونيش ما باش نحشاها معاك نقلع لسانك من فمك. انت كلب تهمك روحك روحي روحي حد ما يهمك، فانتك زادك وما انت تسكتش عليها هسب لك امك. كان بالرسمي خرجت لزقو في 24 ساعه، علاش ما قلتش خوك روح غادي شد استنى الساعه، يا كذاب ويحكي لي بالفرشه فيك كلام بياعه وقت شاها معاك نقلع لسانك من فمك. انتي كلب تهمك روحك روحي روحي حد ما يهمك فانت. ركز لي ركز لي توش قالوا برو، قالوا كان انتي صاحبي عملت ليتس جو في 24 ساعة شبيك ما قلتش وقتها صاحبي اللي اخوك روح وباركت له، يا كذاب طلعت، يعني شد بالاخر تو سامبلومون البار اللي قالوا باد بوي حلو في الكلاش اللي فات، وفرد الوقت على التراك نتاعو اللي تعمل في 24 ساعة وخرج له كل فلته هكا، خلو كيفاش انت في 24 ساعه وما باركتش لخوك وباركت له بعد صحايب. هذاك زادك وما انت تسكتش عليها هسب لك امك. كان بالرسمي خرجت لزقو في 24 ساعه، علاش ما قلتش خوك روح غادي شد استنى الساعه، يا كذاب ويحكي لي بالفرشه فيك كلام بياعه وقت نحضر في مقاطعه تراك وحاضر ماك الساعه حقيقه مش نمتع. فهمت كيفاش؟ خليك صاحبي اللي حاسك بالاخر اللي انت محضر التراك نتاعك مش حاجه في الجديد، فهمتني كيفاش؟ من اللي انا نكتب في المقاطعه برو برو، والمقاطعه يظل لي التراك الاول الديستراك الاول من عند هايك ابو سعاده نتصور يا كيكا برو، يعني من قبل ما هبط ومن اللي بزلت نكتب فيه انت ديجا محضره صحايبي. بالفرشه فيك كلام بياعه وقت نحضر في مقاطعه تراك وحاضر ماك الساعه حقيقه مش نمتاع اشاعه مشى في بالي بزر تحومتك، حد قدام داركم ماشي في بالك هاكي حومتك، نطلعك فوق البافل ونلف الميكرو على كرومتك، ما قلت لك تشبه لدريك ناقص تولي بومتك سلم. مشى في بالي بنزر تحومتك، طلعت حدك حد لحومتك برو، يعني في بنزرة الكبيرة ما يعرفوكش صحايبي. وقيل هيك ابو سعادة دار فهمتني، ولا في بنزرة بالرسمي وانا ما في باليش، فما حاجات كيف بقولوا كل اللي بتقولهم الا ما تبدا بالرسمي وتعرفهم وانا متاكد منهم، يعني فهمت كيفاش؟ ملي على حومتك وقول لهم راني جيت لو مالي الرياكتي ونحكي على روحي يا بكاي، هاك طلعتك على روحك في ستوريات يا خري قدام الناس حاشيه معاك منا للعام الجاي، عجبتني يا بتمسلم من الضحك عليها قريب بنوت، يعني عباره فيزيولايزر اللي بهم ردوا صوره وصوت، روحك اللي فوق اصحاب بدنك لو تشبع موت، الحلقه الاخرى سكرناها رجعت نشمع في الحانوت، اني جديد باك واني العقل يدي بشوية فيك ربي يا ابو سعادة، عليه شك صاحبي ابو سعادة مش ناوي يسلم الولاد، ابو سعادة بالاخر عاجبه البيف، حسيته عامل جو على البيف انا برو، خاطر قاعد يجرب في ستيلات مختلفة تماما برو صحايبي، لحبايب بالرسمي كلي هو بيف والله عاجبني هاني مواصل فيه، مادام هو مواصل انا مواصل، خاطر هكا ولا هكا نعرف روحي حاشيها معاه ديجا، هذايا كيفاش يغزر لها تحسوا كلي فما ثقه في روحه برو، وكلي خارجه من الميكروب صحايبي، كلي بالرسمي حاضر لحبايب ومش ناوي يسلم ويظن لي مش يسلم جمله، هذا كان ما فاتش لهنا برو، كلو تشبع موت الحلقه الاخرى سكرناها رجعت نشمع في الحانوت، اني جديد باك واني العقليه صحيحه يا مدكي، ياسر خفيف تراك وبسعاده كي سمعوا ما وضحك، كلكم في الرب تتفكوا كي جاوا بسعاده تتفكر، يا ريك بوي لو طاحوا قدر الكعب تاع الميحك، بدل اي كائدة بوي اسكت يحرس خلي تحلو اسمك بعثرته في بر.
بدل لك اي ديد بوي مش باد بوي ديد بوي سي بون توفيت برو 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 يكتب لحبايب برو يكتب هيكل يكتب الاولاد برو يا صاحبي بدل لك اي ديد بوي اسكت يحرس خلي تحلو اسمك بعثرته في بار وباقي تحكي على الفلو باقي تحكي تحل في فمك وتجبد في ثالث خو ناديته قال لك شي 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 زك ويوريك الغو ليه تحشالو يسب الناس اللي ترياكت سبوا حتى الببليك ما كاش اول واحد انت عاودوا في خسارات الكل باين منهم انت وصعد الاي كي اي ثاني واحد بعد البلك ليه تحشالو يسب الناس اللي ترياكت سبوا حتى الببليك ما كاش اول واحد انت حتى بالرفراء برو اولد سكول واللي تحشيلو يسب اللي رياكتي ونعرفوا برشا رابوريت تدور على عباد اللي ترياكتي برو برشا رابوريت تدور على عباد اللي ترياكتي فما ساعات نقولوا لازين من العباد اللي ترياكتي تلز بالرسمي كلي تخرى فيه اللي تجبد الرابور كي يجبدك تبدا متوقعها برو لا ساعات تفيدك اما فما عباد بالرسمي جوست تعطي رايها في الموسيقى انا واحد من الناس اي واحد رياكتي مادامك ترياكتي وتعطي في رايك في موسيقى برو يعني ما غزرتلوش البدن وما غزرتلوش شنو هو لابس ش عامل في كليبيتو ما تقشتلتش بالطريقه هذيك قشتلت حتى باش تقشتل كوتي راب كوتي البار هذايا شنو هي الكلمه هذي ما تجيش مع الكلمه هذي وتثبيت من عند رابور عندك الف حق برورة والرابور وقتها تفهم اللي هو عارف روحه غلط وعارف روحه اللي انت عندك الحق تو سامبلومون اما كي تبدا تلز وتجيك الرابوريت وتسبك تبدا متوقع الشيء هذاك كي ترياكتي لازمك تعرف كي على شنو ترياكتي ولشكون ترياكتي وكيفاش تتصرف برو خاصة كيفاش تتكلم خاطر برو من الاخر المشاكل سهلة صاحبي تحب تسب راك تنجم تسب الرابوريت الكل وينجموا يفيدوك الكل تنجم تزيد تتعرف اكثر واكثر أبا عليه وكاو عليه عاودوا في نفس الغلط الكل باين منهم انت وصعد الاي كي اي ثاني واحد بعد البلك وشكرنا عليه الفتحة ودفناه وقلنا توفى على قاب عمري شي يقولوا بسعد الجاوب في جث جاوب في جث سي بو يرا في متوفي برو يرا في سي بو ما عادش فما باد بوي علو كيما قال لك رد ليك اي بتاعك ديد بوي برو واحمد ربي اللي خليت حلو صحايبي 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 كتك 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 جاوب في جر جاوب في جر برو هاي كلبو سعادة بالنسبة لي أنا اكتشاف مرة أخرى نعاود نكتشف إنه لحبايب صحايبي اولد سكول خرج لك فيرسيون مش عاديه خرج لك نسخه ماهيش عاديه اولد سكول ستيل اولد سكول قدو برو تنجمش تنكر الشيء هذايا الفلو نتاعو ماشي في الصحيح كيف كيف للديتاي كيف كيف هاك التكنيك وكل بلاده ساعات وفي الاخر برو اولد سكول على الاخر وفرد الوقت كلاش في بلاصتو ليريكلي لحبايب قلتها من المره اللي فاتت يكتب ويكتب برشا انا ما توقعتش باش يرجع علاش خاطر قلت سي بون فات الحكايه ما هو كيف ما قلنا راها من منظور اخر كومبليتمون ورجع وكي رجع برو كل مره هذه بالرسمي كل ماذا بيا توفال هنا خاطر باش تزيد باش تمصاد دونك هاني اعطيتك صاحبي اللي تستحقه جونا به خسرت خسرت جوك احلى جو هذا بيان سور هو كيفاش يراها وبرو برو ما نجم نلوم حد كان يختار كيما نقولوا تويك حاليا يحس انه بسعاده ماهوش رابح لك الدرجه اما كلي يستحق انه باد بوي لازم يرجع فهمت كيفاش يعني باد بوي كي ما يرجعش تنجم تقول جوك به بسعاده صاحبي اربحك البيف وجوه به صاحبي اما كان باد بوي رجع وقتها تولي اختلاف هذا ما يمنعش احنا ما الاولاد ما نقولوش ليه كان مازلت متواصله مازلت متواصله تلقاونا في رياكسيونات صاحبي من غير ما توصيو وحتى وكان تطلبوا ديجا في الميساجات تذكروا فيا الاولاد ونبدا ديجا في بالي صاحبي وتجيكم رياكسيون تهني وديزولي على الروتار من تو هذا ما يمنعش الاولاد هيك البسعاده قام بالواجب مره اخرى حاليا كيف ما قلنا وكيف ما قلت انا خاصه برو فيلينغز حطهم على جنب باد بوي حلو وتبنزرت صاحبي حومتو كي حومتي نعرف وجونا باهي اما هذا ما يمنعش نحكي وراب لهنا وكيما قلت لكم ديما الاولاد راه ما فماش مشاعر في الحكايه هذه راي وكيما نقولوا حتى في الربح ديما نحتفظ بيه باش ما نتحطش في مشاكل كيما هذوك ما لهنا نحكي وراب برو بسعاده هاني قلت لكم حاليا انا كلي مقدم درجه برو طالع درجه في البيف حاليا انا كلي كانت تختم لهنا بوسعادة جاوب باهي وتتهنى عليه في كلاشيت مرة أخرى في بيفيت مرة أخرى باد بوي صاحبي واحد من الناس أنا واحد من الناس نتمنى يرجع واحد من الناس نتمنى يرجع ما نحبهاش توفى هكا يا صاحبي أما كان فات هكا
نتفاهموا كيف كيف باد بوي حلو، وخاطر البيف قد ما يطويل قد ما ينجم تلاحظ العباد اللي هي مصابت، يعني باش يقعدوا في كل كلاش يعاودوا يجيبوا على كلاشات بعضهم هكاك ينجموا يعملوا لك سيري برو، فهمت كيفاش؟ دونك العباد كيما نقولوا جاوبت ونظمت الامور، هيك المساعده قابل واجب صاحبي. باد بوي حلو اسكو يرجع اسكو لا مانيش عارفين، حطوا لنا في الكومنتات اش تتوقعوا الاولاد وشكون حسب رايكم حاليا تحسوه الرابح الاولاد. هذا ما يمنعش هكا نكونوا كملنا رياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنسيوش ارائكم كومنتاريتكم دليلكم اجواكم السبسكرايب تاعكم، خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 مينيسكول او في الديسكريبسيون يا برو، نقرا خفيفه تلقى روحك غادي ما لفاش تستنى، عندكم تيك توك بقشيش كل شيء موجود، بيجي رياكشن موجود والفوضى موجوده ان شاء الله. سبعة على سبعة كلمة فبيش جديد بازرة وفما نقديم الأولاد، ما نساوش موضوع العادة موضوع الأهم قضية فلسطينية إخوتنا فلسطين، نذكروا بالقضية وندعموها باللي نقدروا، تحيا فلسطين دائما وأبدا. بيس يا برو، ركز لي فيك البيس يا برو، حبوا ديما البيس.